اهلا بكم في تكنو بايب. في احصائيه تقول ان 60% منكم اشتروا المنتج الغلط بسبب اللون. محتاجين تعرفوا اكثر عن منتجات تكنو بايب، لان اللون الاخضر ما يكفي عشان تعرفونه. اللي يميز تكنو هو التزامها دائما بالجوده العاليه والمتانه. ولكن كيف ممكن تفرق بين تكنو وباقي العلامات التجاريه؟ واجد بسيطه، وعندي الأكيد. بتحصل بعض البيانات مطبوعة على كل منتج، عندك شعار شركة تكنو وشعار صنع في عمان وقياس الأنبوب، المواصفات والمعايير العالمية للدي اي ان والاي اس او اللي هما اي اس او 901 على 2015 والدي اي ان 8077، واقصى درجة حرارة يتحملها المنتج واقصى ضغط يمكن العمل به. وفي النهاية ركز في المهم وما عليك من لونه.